كشف الوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية بوزارة الصحة أحمد غريب عن تدشين 3 خدمات جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، وتشمل طرح خدمة تقارير نتائج المختبرات والأشعة باستثناء التقارير الخاصة بالأمراض السرطانية أو الأمراض المعدية الخطيرة. ومن الخدمات الصحية الرقمية المضافة عبر التطبيق جدول التطعيمات الروتينية والأساسية للأطفال والبالغين، يحدد فيه نوع التطعيم وعدد الجرعات التي تلقاها الشخص، إضافة إلى خدمة التذكير بموعد التطعيم القادم عبر التطبيق. ميكنة الخدمات الصحية أثمرت عن الاستغناء عن الملفات الورقية، وبالتالي تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتوفير الوقت والجهد على المريض. قطار التحول الرقمي لم يتوقف، حيث كشف الوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية بوزارة الصحة أحمد غريب عن إضافة خدمات جديدة عبر تطبيق سهل، وهي خدمة تقارير نتائج المختبرات والأشعة، إضافة إلى خدمة التطعيمات الروتينية للبالغين والأطفال. فراح تكون نتائج المختبرات بعد ما تراجع أي مركز صحي حكومي أخذ عينة مختبر أي كان المختبر، فأوتوماتيكيا تأتيك نتيجة الفحص عبر التطبيق بدون مراجعتك للمركز أو المستوصف أو المستشفى. وفي خدمة ثانية إن شاء الله راح نرفعها هم قريبا خلال هالأسبوع أو أول أسبوع القادم، هي التطعيمات الروتينية اللي حق الأطفال، وهي كانت تطعيمات كانت وراح نرفع على التطبيق سهل، بحيث لما تطعم الأطفال راح يجي له إشعار أن تطعم هالنوع من التطعيم بأي مركز وبأي تاريخ وشنو نوع التطعيم اللي أخذه، ويعطي تنبيه أن موعدك حق التطعيم الجاي. في الأمس القريب تم إضافة خدمة تقديم طلب العلاج بالخارج عبر تطبيق سهل، بعد إرفاق المريض تقرير طبي جديد عبر التطبيق يصل إلى الجهة المعنية، ومن بعدها يرسل للمريض إشعارا باستلام الطلب، وبعد مراجعة التقرير من قبل المستشفى يعرض على اللجنة الفنية المختصة. اللجنة الفنية يحطوا له موعد، وأوتوماتيكيا يجي له عبر تطبيق سهل موعد اللجنة اللي راجع فيه. من يراجع موعده تجري الأمور، إذا جت موافقة من اللجنة الفنية اللي بالمستشفى ينرفع التقرير هذا، ينرفع التقرير اللجنة إلى اللجنة العليا، واللجنة العليا هم تراجع التقارير، وإذا جت له موافقة خلاص يبعثوا له بالإيميل أو بالإشعارات عبر تطبيق سهل في موافقتهم. المرحلة الأولى لخدمة تقديم طلب العلاج بالخارج عبر تطبيق سهل تشمل مركز الكويت لمكافحة السرطان، على أن تشمل من بعدها بقية المستشفيات العامة والتخصصية. خدمات رقمية جديدة ضمن شبكة إلكترونية موحدة جاءت لتوفير الوقت والجهد على المراجعين وعلى العاملين في المنظومة الصحية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.